مرحبا بكم في الملف المصري. تظاهرات للإخوان وتباين حول الحديث عن المصالح. هناك بعض الأقاويل الآن تشير أننا دخلنا على استحقاقات رئاسية ولا بد من البحث عن المصالحة، كما كنا نبحث معهم أثناء ثورة 25 يناير حينما كنا نقول يجب المصالحة مع رجال النظام السابق، حتى لو على سبيل أنهم يدفعوا المديونيات أو ما تم الاتفاق أو لنقل مثلا التحقق من أنهم قد أخذوا هذه الأموال، لو أعادوها يتم المصالحة ويعني يتم عزل سياسي وخلاص، لكن هذا الأمر رفض وقتها تمام. الآن هناك مؤشر يقول أنه من الممكن البحث عن المصالحة. كيف؟ لماذا؟ في أي توقيت؟ يعني أمور كثيرة أناقشها مع ضيفي المهندس عبد الصمد سليمان، الوزير المفوض لمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية. سيد عبد الصمد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ما رأيك أولا، مصالحة أم عدم مصالحة؟ بالتأكيد مصالحة، بالتأكيد، بس كيف؟ كيف تكون المصالحة؟ الرئيس القادم لمصر لابد أن يتبنى ده. الشعب المصري في إخوان مسؤولين أو في فريق مسؤول عن قتل ودم، ده لا مصالحة معاه، ولكن في كتير من الناس وآخرون بينتموا لهذا الفكر أو متعاطفين معاه، دول هم إخواتنا وهم من الشعب المصري، ويجب أن يتم الاتفاق معاهم بأي شكل، لأن احنا بنتفق على بناء مصر وعلى مستقبل مصر. وإن مهمة الرئيس القادم الأولى هي الوفاق الوطني، يعني مهمة الرئيس القادم الوطني الرئيس المصري القادم الوفاق الوطني بين فئات الشعب المصري، لأن الحاصل النهاردة فئات متنافرة، أفراد مختلفين، صراع دائم ومستمر، قلق، رفض للاستثمار من خلال الحالة الأمنية الموجودة وحالة التظاهرات اليومية، وإن مفيش نظام هيعيش أبدا بغطاء أمني مستمر. فلابد، أنا رأيي إن لابد يكون في وفاق، بس وفاق مع من؟ وفاق مع الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء. هكذا أتصور المشهد المصري اليوم والأمس يحمل رسائل إلى العالم كله. نعم. لكنني على أمل وأثق في أن مع الاستحقاق الثاني في انتخابات الرئاسة ومع انتخاب رئيس قوي يتفهم ويفهم مطالب الشعب المصري ومشاكل الشعب المصري، صحيح، وأهمية الوفاق بين الشعب المصري وبعضه، من هنا إن شاء الله هنبتدي وهنبقى دولة عظمى كما كنا إن شاء الله. أرحب الآن أيضا بسيادة اللواء محمد يوسف، عضو مجلس أمناء التيار الشعبي. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا وسهلا. كيف حال سير العملية الانتخابية أو التجهيز للعملية الانتخابية سيادة اللواء؟ أنا مش سامع حضرتك تقول إيه يا فندم؟ يعني كيف حال أو كيف تنظر إلى سير العملية التجهيزية للانتخابات الرئاسية القادمة في مصر؟ الحمد لله ماشية كويس. احنا محتاجين انتخابات حقيقية، وأنا شايف إنه قبول أوراق أكثر من مرشح ده معناه إنه هيبقى في انتخابات حقيقية، لأن احنا في أشد الحاجة إنه الانتخابات دي تبقى بجد حق وحقيقي زي ما بيقولوا يعني. ولكننا لم نسمع إلا عن المشير السيسي والسيد حمدين صباحي، يعني هم من أكملوا التوكيلات، أما لم نسمع عن غيرهم يعني. طب ما هو ده كويس يعني، المهم إنه يبقى في انتخابات. ما هو في أي حتة في الدنيا ممكن قوي يبقى انتخابات بين 2 بين 3 بين 10 بين 20، بس المهم إنه ما يبقى إنه تبقى في انتخابات، يبقى في آلية حقيقية من خلالها بيتم انتخاب رئيس جمهورية. طيب سيادة اللواء، أيضا أريد أن أتحدث معك عن مسألة أن دائما نجد في أيام الجمعة مظاهرات مستمرة في مصر، وأيضا مسألة المفخخات، وهذه يعني كيف تنظر الوضع الأمني أيضا من خلال هذه النقاط؟ والله الوضع الأمني بيتحسن، بس طبعا يعني شيء بيؤلم جدا أنه من يؤتي هذه الأفعال هم في غالبهم مصريين، وده شيء بيحزنني ويحزن كل مصري، انه يعني ان احنا بايدينا يعني
بنروع الناس وبنموت ناس وناس ابرياء. يعني الراجل اللي بيشتغل في الكمين ولا العسكري اللي واقف على نقطه تفتيش ولا نقطه موقع في مرور ولا عسكري امن مركزي ولا ايه يعني ليه يموت اذا كان بيؤدي عمله يعني. فالحاله الامنيه هتتحسن لانه مع الوقت وعي اولا الداخليه ابتدت تبقى الى حد كبير تستعيد عافيتها وقوتها مره ثانيه عشان تواجه هذا النوع من الارهاب اللي الحقيقه ما اعرفش يعني ملوش اي مبرر يعني. صحيح. والشيء الثاني انه الناس ابتدى يبقى عندها وعي، والدليل على هذا انه المواطنين الان اصبحوا بيشتركوا في مطارده اي عنصر ارهابي وبيمسكوه، ما بقاش زي الاول. المصريين ما بقوش يخافوا يعني، وبقى في عندهم يعني زي ما تقول مناعه او حصانه، وبالتالي وقت ارواح الناس لازم نحافظ عليهم. نتمنى السلامه للجميع يعني. اشكرك سياده اللواء محمد يوسف عضو مجلس امناء التيار الشعبي، اشكرك شكرا جزيلا. من الواضح ان الوضع الامني سيد عبد الصمد سليمان ما زال هو الشاغل الرئيسي لكل من في مصر. السؤال لك سيد عبد الصمد. بالتاكيد انا بقول ان الوضع الامني هو شاغل، ده مش شاغل مصر، ده شاغلنا، شاغل الشعب المصري كله، ويمكن العالم كله بينظر للوضع في مصر ليقيم وضع مصر. ما فيش كلام الوضع الامني، انا لسه بقول ان الامن القومي المصري لابد ان يكون مهمه الرئيس القادم. وما نراه من اقتتال وما نراه من صراع في الشارع، وابتدينا نعيش انا كل نتبنى فكره، كل يقول انا وبعد الطوفان، ولا اخذ بالصقر يعني. فاعتقد انها صعبه هذا المبدا يعني. المصالحه بالشروط بالطريقه دي يعني او بالرساله دي بالتاكيد ما فيش حد هيقبلها يعني. ولكن انا مع سياده النائب في اغلب حاجه، اغلب اللي قاله ان يا جماعه احنا قدام فصيل لا يرغب، هذا الفصيل يتشدق بشرعيه الرئيس المعزول وعوده الرئيس. وإذا كنا سنسلك هذا الطريق فليأتينا الملك أو الأمير أحمد فؤاد وريث الملك في مصر وأهله يقولوا اللي هو رجعوا الشرعية، واللي حصل في ثورة يوليو ده كان انقلاب، وليأتينا رجال مبارك ويقولوا لنا اللي حصل ضد مبارك ده انقلاب ولازم إن احنا نرجعه. النهارده لما بيجي الإخوان المسلمين ويقول لك رجع مرسي لانه الشرعيه، احنا هنرجع شرعيه ايه وشرعيه ايه وشرعيه ايه؟ ما حدث منذ استلام الرئيس مرسي مسؤوليه مصر يدفعنا جميعا الى ان احنا نؤيد وبصدق ثوره 30 يونيو، واحنا قدام استحقاق تاني واستحقاق تالت. اللي عايزنا وعايز استحقاق البلد دي ما يحطش العرب امام الحصان. ما يقولش انا عايز ارجع شرعيه مستحيله، شرعيه ماتت وانتهت، شرعيه ماتت حتى يوم ما جت، لان من يوم حتى ما اتى بالرئيس اتى حتى في انتخابات مشكوك في نزاهتها، مشكوك في نتاجتها. فالنهارده احنا بنتكلم في صفحه جديده. اللي عايز وفاق ياتي معنا من اجل مصر، اللي عايز وفاق لا يبقى العرب امام الحصان. نحتاج الى بناء مصر، نحتاج الى بناء وطن، نحتاج ملايين الناس في مصر محتاجين استقرار، ملايين الناس في مصر محتاجين ياكلوا، محتاجين يسكنوا، محتاجين يتعالجوا. النهارده انا هتكلم في ايديولوجيات، ده ايه وده ايه وده ايه، وعندنا مشاكل اقتصاديه ومشاكل جوع قادم بنحاول نحتاط ليه، ونامل في مصر انها تقف على رجليها وانها ما تعتمدش على المساعدات، وان تكون رائده دايما وابدا، ويكون شبابها بيعمل مش خارج الصبح. الناس اللي بيخرجوا مظاهرات دول بيشتغلوا ايه؟ كل يوم خارج بيشتغل ايه غير انه بيتظاهر؟ ناشط بيشتغل ايه غير انه بيرفض ويرفض وبس، يرفض بلا فهم وهو مغيب. انا ليا اقارب وليا اصدقاء وليا ناس من
ينتموا لهذا الفصيل، وانا بخاطبهم وبخاطب اللي زيهم، تعالوا نبني مصر. هل طيب. هل مشكله رئيس يعود او رئيس يذهب هي مصر؟ لا، مصر اكبر واشمل من كده كدور وكقيمه وكتاريخ وكحضاره. دي الرساله اللي انا عايز اوجهها للاخوان. طيب. اسمح لي ان ارحب ايضا بالسيد مصطفى الحجري الناشط السياسي. سيد مصطفى، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اتحدث اليوم عن قضيتين، الاولى تقييمك للاحداث التي تسير بها الى ان نصل الى الرئيس المنتخب، يعني سير العمليه الانتخابيه من الان وحتى القادم، كيف تنظر اليها، كيف تقيمها، وايضا كيف تقيم موقف جماعه الاخوان. لنبدا بالانتخابات اولا ونظرتك اليها. في البدايه بالنسبه للانتخابات، يعني انا هكون معبر اكتر عن راي المجموعات الشبابيه او الثوريه اللي بتكون موجوده او مشاركه في العمل العام والعمل السياسي بشكل اوضح. المجموعات في انقسام او في اختلاف في الراي، مش هقدر اقول انقسام، حوالين الانتخابات الرئاسيه وموقفنا منها. في مجموعه كبيره شايفه ان المقاطعه هي الحل الموجود حاليا وسط مجموعه من الانتهاكات وسط جدول واضح ممكن يكون ايوه حضرتك معايا؟ اسمعك طبعا، تفضل. في وسط جدول واضح من الانتهاكات ومجموعه من الاعتراضات والقوانين اللي تم اسنانها وتم الاعتراض عليها بشكل واضح وعدم الثقه في العمليه الانتخابيه او نزاهتها، وفي طرف اخر او مجموعه اخرى عندها راي مخالف انا بنتمي لها، هي مراكز شركات المصالح من مجال الاقتصاد والسياسه. وشحن ضد شحن المرشح معين وضد مرشح اخر. لجنه وحول فيها نفس وبكل قدره لدينا عشان نقدر ننشر مشروعنا ونقدر نتواصل مع الناس في الشارع ونحدد ايه رؤيتنا وايه اهدافنا. طيب بالنسبه لموقف الاخوان المسلمين والتظاهرات، هل تراه موقف جامد متحجر ام من الممكن ان يتغير يعني عن قريب؟ انا ما اقدرش احدد جماعه الاخوان المسلمين هتعمل ايه، انه عندناش اي نوع من انواع التواصل فيها، ما فيش اي مجموعه من القوى السياسيه الثوريه سواء كانت شباب 6 ابريل، المشتركين الثوريين، جبهه ثوار، التيار الشعبي او الدستور، ما فيش اي مجموعه منا ليها تواصل مع جماعه الاخوان المسلمين. وبيتهيألي ان جماعه الاخوان المسلمين في الفتره القادمه مش هتهدي من المظاهرات والفعاليات اللي بتقوم ليها، وبيتهيألي ان هي هتستمر فيها حسب قدرتها اللي هي بقت ضعيفه دلوقتي في التظاهرات، لكن انا شايف ان هم هيكملوا ده نوعا ما، مستغلين القرارات السياسيه اللي بتصدر، مستغلين الانتهاكات الامنيه الموجوده، مستغلين السياسه الحاليه داخل الدوله اللي بيقدروا يحشدوا عليها او بيها ويتحدثوا مع المواطنين. جماعه الاخوان وسط المواطنين جماعه مش محبوبه، جماعه تم اسقاطها في 30 يونيو بشكل واضح، لكن الانتهاكات اللي بتحصل من الدوله وظهور رؤوس وقاده الثوره المضاده على الصوره دلوقتي هي ده اللي جماعه الاخوان المسلمين بتلعب عليه وبتحاول تأجج فعالياتها وتظاهراتها عن طريقه. طيب يعني نتمنى السلامة أولا. أنا فقط أسألك هذه التساؤلات لأن هناك الآن حديث واضح عن إمكانية الوصول إلى مصالحة، أنت مع منطق المصالحة أم لا أولا سيد مصطفى؟ من حيث المنطق أنا مع منطق أن يكون في تصالح ما بين المواطنين، أنا مع منطق العدالة الانتقالية بشكل واضح، بس العدالة الانتقالية بتكون شاملة المحاسبة والمصالحة، لازم يكون في محاسبة الأول اللي أخطأ واللي اجرم واللي استباح دم المواطنين او في موارد على